السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ عساكم بخير شباب. شباب اليوم عندنا سلسله جديده انا ويا اخوكم فينيكس. يعني فينيكس ما شاء الله عليه اخيرا مبين وجهه، شفنا وجهه الحقيقي، يعني شلونه مخدد. ها شلونك فينيكس؟ عساك بخير تمام، دامك تمام. حبيب. اليوم بنجرب مود جديد انا وانت، يلا وعدنا راي. مود، احنا اول ناس في الحياة سويناه. شفنا صور تعال الصراحه، نجربه. شفنا صور، استانسنا على الصور صراحة، وحوش شكلها حلوة تسوى، فقلنا ليش ما نجربه ونعطي الناس تجربتهم ويانا في المود. فحاليا راح يصير المود الجيم كله في بي بي. حلوين، أجلد لكم إكراس جلد. خلينا نشوف من يجلد الثاني، هو بس هياط، وراح نشوف منو الأقوى. نجرب الوحوش، ما راح يصير وحوش متشابهة نهائيا إلا بحالة واحدة، يكون راح نتفق على وحش متشابه عشان الجمهور طلبه، او انتو يعني انتو طالبينه، لنجرب شنو الفرق بين نوعين مختلفين، الاشياء اللي فيها مختلفة يعني، بس يكون نفس النوع الوحش. وهذا هي السالفة كلها، والله يعيننا يعني في يصير سوالف سودة بالموضوع ادري، والله يعيننا. عندك كلمة؟ لا لا، اشتراك، ادعموا يكرس يستاهل. وشباب اللينك كل واحد بيننا تلقانا بالوصف عند كل واحد بيننا. وشي زيادة بعد شباب، هالسلسلة ممكن تكون شوي صعبة علينا، لأن ما حد نزل عنها فما نعرف شو نسوي، يعني ما عندنا حتى مو ماخذين فكرة عنها، بنتعب شوي. فالله يعيننا، جد الله يعيننا. ايه راح تشوفون بلاوي زرقاء، تعرفون شلون اجيب العيد لما ساعات اتنرفز وين، راح تشوفون السوالف هذه. وشوفوا فينيكس بعد شنو راح يسوي، ادري راح يجيب العيد اكثر من ما انا اجيبه. فالحين خلونا ننطلق ونبلش اللعبة. يلا سلام حجي. يلا يلا. وهلا بالشباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ عساكم بخير شباب. اليوم حلقة جديدة بسلسلة جديدة، حلوين. خلينا نشوف شو بيصير ويانا. بلاوي الزرقاء، اوبا، بدايتها في هناك حشرات يا عمري، يعني وضعي جي جي. اي شباب، ضفنا في مودا ضايفينها مو وايد، 16 مود تقريبا، واحد منهم للفال، وفي مود التليبورت، مودين مال الاساسي حاطين الانيمال حلوين، وفي مود هذا اللي يبطل لي كل شيء لهني، ما ادري هذا نستعملها الحين ولا بعدين، ما ادري برايك بالموضوع. حلوين، راح احنا لاعبين بالاعدادات كالعاده. اوكي، ف عشان شنو ما يضيق خلقنا هالامور، يعني في امور وايد ضيق خلق من البدايه، ما بيضيق خلقنا ولا شيء. ف اعطى هذي بوكس بس، ايوه سوي لي، ما نبي يضيق خلقنا بهالامور، بس احسن نسوي كل شيء اسرع، عرفتوا؟ دودو من البداية حلوة عشان ناخذ الهايد. اعطيني هايد حق السرير، شكرا لك. وفي مودات يعني، في مود عشان اغراضي ما تضيع كل شي يصير وياي، وفي مودات طبيعية نستعملها، في مودين مو اساسيين مو اكثر، يعني اقل مرة نلعب جيم غير مودات وايد هالسلسلة راح تصير، راح تشوفون فيها مودات حيل شوية، بس وحوش الموجودة مرعبة بمعنى الكلمة. استامنا خلصت عندي، اوكي عطني زيدني استامنا جذي حلوين، وفوت جذي حلوين، اوكي اوكي حلوين. عندما نسوي اساسيات هي البيت، حلوين نحتاج بيت، نسوي بيت صغير نضمن يعني عندنا مكان رسما فيه، ونبي بس صراحة نسوي الأساسيات أهم شيء، بعدين بعدين خرب بيتهم هذا، خرب بيتهم عاد، الحشرات هي تذبح العادة، بس نشوف وحوش جديدة، اشكال اشياء جديدة تجي تخرع يعني. انا بس شفت الصور جي جي والله، كانوا حيل حيل جي جي. حلوين،
بس شو اقول لكم، هذا الحين نحتاج امور وايد نتعلمها بالمود. ما شفنا ناس لاعبين المود من قبل، ما شفنا شيء من هذه الامور. لا حرامي، شوفوا 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 ما في بيض هنا، مبوقه شيء، احد شري يطق. اوبا لقينا الشري، بمعنى الكلمه شري الرابتر. بس اشرد، يخرب بيت السالفه. طوقت منحاش، هذا منحاش من منو؟ اح البحر البحر البحر. اوف الرابتر يبيني، يخرب بيته. طيب حلثي كم؟ في جنطة، بروح شباب بروح تضحية، اركض على الجنطة. اهم شيء اخر شيء فيها شيء. اوبا لقيت فيها اشياء حلوين، والله لقيت فيها اشياء حلوة. ما علينا منه، في وحوش. هذا وحش يعني عادي، شوف وحوش لماعة وكذي، هذا عاديين لا بتعب. ما في حد يلحقني، ارتاح. ثواني، 4 ثواني، 5 6 7. هلوين نكمل ركضك، بنشوف شو كم لفظ. حلو هذا المرض يمشي. اوكي ستيجو، شنو هذا؟ مو ستيجو العادي، بس في ترويضة. سبايك لاس نحتاج، مصيبة بداية اللعبة تحتاج سبايك لاس. ما تبها ما تدري، هذا اللي تفلون. انا ايش عندي قاعد هني بالطرف؟ ليش الغابة؟ انا اخوك الغابة فيها سوالف حلوة ترى بعد، مو بالطرف. تمشي عليال، ايش عندك؟ بس احبل يعني حجي، خلاص دش دور استكشف العالم. انا لازم ازيد دمج لعبي صراحة، دمج بوكسات تعبانة للحين. نبي دمج يصير خيالي، دمج يصير اسطوري، اسطوري بمعنى الكلمة. خلنا نشوف وين نروح وين نجي عاد. وح كل شوي تعبان. اوكي وين الدمج؟ الدمج ايوه حلوين، السرعة كذي وايد احسن. شنو هذا حجي؟ هاي الساموراي شو يسوي هنا؟ جنة لوبو حجي، اللي ما يعرف لوبو حجي شباب مصيبة. اح يا كلاب يا كلاب يا كلاب يا كلاب يا كلاب، كثر تغلب الشجاعة. اوكي اسبالي ميتين، اسبالي ميتين، يخرب بيتكم. يلا اوكي خلينا نستكشف شوي الماب، ما دام تونا يدد مو خسرانين شيء. بدايتها موسيقى كذي يعني، في بلوة كبيرة يمي. ما ادري من البلوة. اوووو شنو هذا؟ اشرد 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 اشرد. واو شباب شو السالفة؟ هذا الميديا ما رحت عند الهارد انا بعدي. طال حصان ايلون، موسيقى مريم للشيارة، الشيارة طاحت. شنو هذا؟ شو المود الاسطوري والله، حرام ما حد لعبه. هابط هدان مخر انت. حاليا نبي شنو احنا؟ نبي كريستال، قاعد ادور على الكريستال. انا مرحلة جديدة بالنسبة لي، اول مرة العبها، لان كلها راجناروك ما ادري شنو، راجناروك وارد اروح اروح وارد، ما
ما غيرت ولا مرة يعني، صار لي من أول ما بلشت ألعب آرك. هلو ركسي، أنا مو هني، أنا اختفيت، لا تفكر تصيدني، إذا فكرت تصيدني أزيد السرعة بعد. والله واو، سباينو نار، والله نار، قسم بالله نار، لازم نجربهم، لازم لازم يعني. وياي بالسلسلة هذه أخونا ثامر معروف بفينكس، وأخيرا وليس آخرا يعني بعد عناء طويل فصح ماسكه، يلعب غير ماسك. تبون تركزون شيء عليه، ركزوا على خدوده، وياه كله خدود ما شاء الله عليه. يعني شنو هذا؟ هاي هاي هربي كريستال، انا كن ودود وما تطقني، هذا المهم. ايوه وصلت مكان كذا كريستال، حصلنا كريستال، حصلنا كريستال، واو المكان اسطوري كله كريستال. سليب ديب باك، سباي سباي جلاس سباي، ما طلعته؟ لا طلعته. كاي شو ناقصني؟ هايد مان، خلني انحاش الحين بس في متل حلوين، لا اموت اضبط مثل هاي بس شغلي عظمات مكان ارجع له احصل كريستال كله ولا احلى يعني. الكريستال كان خوفي ما احصل كريستال، المرحله الجديده ما ادري فيها شيء. لا والله حصلنا كريستال بسهوله مو بصعوبه نهائيا يعني، بس المثل نروح نسوي البيس والفروج نحتاجه حلوين، نضبط وضعنا زيادة وزيادة، ما في شيء يصير علينا شيء ناقص علينا إن شاء الله. الحين شنو عندي؟ أوه 12 ليفل، زيد زيد وزن هي أرمر. أراك شنو هذا؟ الليفل قاعد يطير ويانا طلقة طلقة، الليفل مكان كله متل وكريستال فله، الوضع فله. حلوين خلنا الحين ما يهم، لو اموت فدوة. قطع كريستال ايش كثرة، يخرب بيته. هاي بتشوف كم الدمج يدمجوني وحوش هذيل اللي اشكالهم متهيب، تتوقعون يدمجون شي خيالي ولا دمج بسيط يعني؟ انا اتوقع مو دمج عادي بس نشوف يعني، اذا اضطرينا واحتجنا نعدل الوضع نعدله زيادة الاعدادات. انطمرت والله، شايف دمجني؟ ما ادري شايف دمجني سباينو، ما ادري شايف دمجني سباينو. خلنا نروح النورث، النورث حلوين. الحين هني نحصل دود وما دودوات هذيل، نذبحهم نحصل الأغراض اللي نحتاجها. أوبا في دروب طاي جايلي بمكاني، يا سلام ويا سلام. عطنا هذا،
رابط رقبي. شنو هذا؟ اجي سباي جلاس. سباي جلاس وين هو؟ وين سباي جلاس؟ شباب شنو هذا؟ يعني الذهبي كم؟ شوف الذهبي كل شيء له قيمة ثانية، مو مثل الأشياء اللي عندي أنا. ناز ولا 890 ولا في ألفا لو مو شوية وايد، بس نسوي نحتاج فترة بس نضبطهم ونشيلهم. حاليا نضبط لنا الأغراض الأساسية. فونديشن ستون، نبي ستون، بنشوف ايش كثر اقدر اسوي من الستون. بس قبلها شنو عندك انت؟ بس سدل. لا ابن ابي خرا عليك. خرا حلوين. الحين نبي اشيل الفروج. فروج المهم نبي هايد. اوكي نسوي لنا ثنتين حلوين. نروح خلونا نكسر بعد. تحتاج يخرب بيتك انت ما يهدى الحين. فيزن فيل ميت. هلو باي باي. انت تعال رقم ثلاثة. وين الحرامي؟ مو يمي زين. ودي اجرب اطق هذا. وراك طقة واحدة يشلعني يخرب بيته. ودي اذبحه. 8000 9000 دمه. ودي اذبحه. ما تشوفش ودش يعرف شنو يعطيني وشي سوالف هذي. بس ما صار من نصيبي. فالحين شباب بس نضبط لنا البيس. اوكي بس نضبط اسرع سريع. نحتاج نور وسخ هذا. يبوق مني حيث باقي لاس ويمشي. هذا اوسخ شي فيه. خلنا نسوي فونديشن. كم واحد اقدر اسوي الحين؟ احتاج اربعة بس. ليش؟ اوكي ناقصني الحلو هذا. اوكي هذا مخرب عليه كله. تتش بس خربوطة بنسوي. بس كا نقدر نضبط وضعنا. حلوين. نعش واحدة. شوف دم 120000. الله يشرك فيه. حلوين حلوين حلوين. وها باقي بيني كريسا وثاني سباي جلاس. خرب شكلكم. ويا يلا يلا عشان الكلاب هذيل ليولي خربوا علي يا عمري. احتاج اسوي اثنين.
بلانتيشن شو ما تقدر تسوي الحين؟ اوكي نحتاج بعد اثنين. مسوي معوق شباب ادري بس نسوي بعد هذا الوضع. اوكي الحين نحتاج نسوي ستون وول. كم واحد اقدر اسوي؟ سوهم كلهم يا ابو. كم واحد اقدر اسوي؟ اسويهم كلهم. احتاج بعد واحتاج بعد بعد. للحين ما غطيت الطبقة الثانية، لازم الطبقة الثانية نسويها عشان نغطي شنو اللي فوقنا بعد، يعني نسال نفسنا. الحين مطر قاعد تشوفون غرقة ولوية. اكتب قامة ثلاثة عشان توضح لكم الرؤية زيادة، ان الرؤية حيل تعبانة، حيل فيها يحتاج رؤية اقوى. نشوف نكسر هذي. انا اتوقع احتاج تيتش اكثر من ما احتاج. هذا شنو ترويضه؟ بسوف يخرب بيته. حلوين هول. انا كم واحد اقدر اسوي؟ سوي 10. اوه لا 31 ليفل زت ماني زايد الحين خلف الكوايس ازيد ليفل. احتاج كثر الحين، واحدة ثنتين هني حلوين وثنتين هني، هذي اربعة واربعة هني، ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر وحدة اثنى عشر وول. خلنا نشوف اقدر اسوي وول بعد. وشو ناقصني بالوول اصلا؟ وود ناقصني بالوول. الوود احتاج وود. بحيلك بالوود. حلوين وول. جمع حاجة اسوي. حبيب قلبي ابي 12 انا، وابي دور تسوي لنا الباب. حبيب قلبي انت وخر يا ولد، وخر لا شوتك وخر. حلوين نسوي اساسيات، اهم شيء هذا الاساسيات نسويها بعدها نجيب العيد بنفسنا. حسبتي كان غلط، باقي لي واحد. الحين باقي الصقف، ما شو يسمونه كل واحد بلهجته يسميها شيء. الصقف هاي نسميها. أكيد وايد. يخرب بيتكم يخرب بيتكم يخرب بيتكم. ما ادري ايش كثر عندي ستون اصلا عشان نحتاج شنو بالضبط. اي حلوين اقدر اسوي اربعة. هنا احتاج اجمع ستون. اوكي 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 ستون احتاج اجمع كمية حلوة، مو صغيرة، كمية كبيرة الصراحة، عشان حق الصقف حق الفروج يعني هم اشياء مكلفة يعني شوية، عرفتوا؟ فنحتاج نجمعها من اول جديد. رويتها روية ايش كبرى ويانا مو مخلينا والله. المهم رفيجنا فينيكس نشوف شنو بيسوي اليوم،
ويانا يعني، واعطوني خبر شباب هو قاعد يضبط وضع حسب وضعي ولا الحين هم وضع تعبان نفسي. بس انا حصلت سبايك داس مبكر من اول فترة، حصلت سبايك داس يا عمري يا روحي. حلوين سبايك داس وفروج، و ان شاء الله راح اسوي سميثي كل انواعها. شنو ناقصني؟ وود. في شيء بعد؟ لا بس. نشوف الفروج. فورج فورج اوكي. احتاج خشب. حلوين ما في اي مشكلة، ايزي الخشب. وعندي الفر وايد روض الفر. هذا خشب ابون 20، انا اجيب له 200 وشي، 350 من يزيد. ولا احلى ولا امتع انا كذا، ما فيش. حلوين شين، انا ضيعت الكيبورد والله. قاطق اي بدل دبليو يا عمري. فورج بس اقدر اسوي واحد بسبت ما عندي هايد. اوكي هذا الفورج الاول حطيناه، ونحط اللي داخله حطهم نصهم ونص هذا واشتغل يا عمري. سميثي سميثي شنو يحتاج عمري؟ 5 اوكي. في سميثي ثاني بلوك اوكي. حلوين حاليا شباب خلونا نلفل لما يخلص شوية منه. حلو 5 اوكي. وصلت ليفل 70 انا. هنشوف مود انيمال هذا شنو كاتبين، ما حاطين شيء. نسوي شنو هذا؟ بعدين نعرف شنو هذا. احنا انا حاسة مثل ما شنو هذا، بس بعرف ما خليه بخاطري. اوكي ما علينا، ادمره بعد شوي وبدي احطه مكان ثاني اي مشكلة. اوكي هذا سوينا الكرفاية هني. وعشان شنو ينقصنا شباب؟ نبي شي بسيط نسويه. قلنا سميثي بس نابي اقدر اسويها من اوكي. يخرب بيتك شنو المزعج هذا؟ بط اذني والله، والله بط اذني. حلوين نتعلم امور، امور ثانيه نتعلمها بحلقات الجايه يعني. وكذي شباب وصلنا عند نهايه الحلقه، يعطيكم العافيه على المشاهده. سلام.